السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث ابتدائي. الوحدة الثالثة، أنا أبرمج. الدرس الثاني، استخدام الأوامر البرمجية، الجزء الثاني. كتاب الطالب من الصفحة 108 إلى الصفحة 111. كتاب التدريبات من الصفحة 53 إلى الصفحة 55. هل تعلم عزيزي الطالب أنه يمكن تحريك السلحفاة في اتجاهات مختلفة ورسم خطوط، إذ يمكننا رسم أشكال مختلفة مثل الأرقام والحروف، وذلك باختيار الأوامر المناسبة من خلال تركيب كل لبنة على الأخرى كما نفعل في ألعاب تركيب الأحاجي. أهداف الدرس: أن يكون الطالب قادراً على أن يجعل السلحفاة تتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف، أن يجعل السلحفاة تستدير باتجاه اليمين أو اليسار. مصطلحات الدرس: إلى الأمام forward، إلى الخلف back، إلى اليمين right، إلى اليسار left. هيا بنا الآن أعزائي الطلاب لنقم بتحريك السلحفاة لرسم أشكال مختلفة. هيا بنا أعزائي الطلاب لنقم بتطبيق خطوات تحريك السلحفاة إلى الأمام. أولاً سنقوم بتشغيل برنامج تيرتل آرت. سنضغط زر ستار، نسحب الشريط الجانبي إلى الأسفل وصولاً إلى حرف تي، ثم نضغط تيرتل آرت. سيتم تشغيل البرنامج. سنستخدم الآن تبويب لبنات السلحفاة Turtle. سنختار لبنة Forward، نضغط عليها بالزر الأيسر للفأرة ونسحبها إلى مساحة العمل، ثم نفلتها. القيمة الافتراضية 100. نضغط ضغطة مزدوجة على اللبنة. سيتم تنفيذ الأمر وتتقدم السلحفاة 100. سنستخدم أداة الممحاة. نغير القيمة إلى 150. يمكننا أيضاً استخدام أداة العصا السحرية لتنفيذ الأمر. ستتقدم السلحفاة 150. نمسح مرة ثانية. نستخدم مؤشر الاختيار ونغير القيمة إلى 200. نستخدم مرة أخرى العصا السحرية ونضغط على الأمر. سيتم تنفيذ الأمر وتتقدم السلحفاة 200. لنقم الآن بتحريك السلحفاة إلى الخلف. سنختار تبويب لبنات السلحفاة Turtle. نضغط لبنة Back، نسحبها ونفلتها في مساحة العمل. القيمة الافتراضية 100. نضغط ضغطة مزدوجة لتنفيذ الأمر، ثم نمسح. يمكننا أن نغير هذه القيمة الافتراضية إلى 150. نستخدم العصا السحرية ثم نضغط على اللبنة. سيتم تنفيذ الأمر وتتحرك السلحفاة إلى الخلف 150. نختار مؤشر الاختيار ونغير القيمة إلى 200. ثم نستخدم العصا السحرية، نضغط على اللبنة وستتحرك السلحفاة إلى الوراء 200. هيا بنا الآن أعزائي الطلاب لنقم بتحريك السلحفاة إلى اليمين. من تبويب لبنات السلحفاة تيرتل، سنختار أولاً لبنة رايت إلى اليمين. القيمة الافتراضية هي 90.
وهي قيمة الاستدارة. سنضيف لبنة فورورد إلى الأمام. سنختار العصا السحرية ثم نضغط لتنفيذ الأمر. ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليمين وتتحرك إلى الأمام 100. لنقم الآن بتحريك السلحفاة إلى اليسار. من تبويب لبنات السلحفاة تيرتل، سنختار أولاً لبنة ليفت إلى اليسار، وقيمة الاستدارة الافتراضية 90. نضيف لبنة فورورد إلى الأمام. نختار أداة العصا السحرية ثم نضغط لتطبيق الأمر. ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليسار ثم تتحرك إلى الأمام. هيا بنا أعزائي الطلاب لنقوم بحوصلة ما تعلمناه من أوامر برمجية. لتحريك السلحفاة إلى الأمام نستخدم لبنة فورورد والقيمة الافتراضية 100، كما يمكن أن نضغط عليها ونعدلها بقيمة أخرى. لتحريك السلحفاة إلى الوراء نستخدم لبنة باك، القيمة الافتراضية 100، كما يمكن تعديلها. لتحريك السلحفاة إلى اليمين نستخدم لبنة رايت وقيمة الاستدارة 90. نضيف لها لبنة فورورد حتى تقوم السلحفاة بالتحرك إلى الأمام بعد الاستدارة. لتحريك السلحفاة إلى اليسار نستخدم لبنة ليفت وقيمة الاستدارة 90. نضيف لها لبنة فورورد لتحريك السلحفاة إلى الأمام بعد الاستدارة. لنقم الآن بحل التدريب 3 صفحة 54. السؤال: ارسم الشكل الناتج عن تنفيذ المقاطع البرمجية التالية: فورورد 100، ليفت 120، فورورد 50. لنعتبر هذه نقطة انطلاق السلحفاة. إذا اللبنة الأولى فورورد 100، إذا ستقوم السلحفاة بالتحرك إلى الأمام 100 وستصبح في هذه النقطة. اللبنة الثانية ليفت 120، إذا ستقوم السلحفاة بالاستدارة 120 درجة، ثم فورورد 50 وتتقدم 50. إذا تحصلنا على رقم 1. ممتاز يا صف ثالث، بارك الله فيكم. هيا بنا أعزائي الطلاب لنقوم بحل السؤال الثاني من التدريب الثالث صفحة 54. سنعتبر هذه نقطة انطلاق السلحفاة. إذا ستكون السلحفاة في هذه النقطة. سنقوم بتنفيذ الأوامر البرمجية التالية واحدة تلو الأخرى حتى نتحصل على الشكل المناسب. اللبنة الأولى left 90 ثم forward 100، إذا ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليسار 90 درجة والتحرك إلى الأمام 100 خطوة. حاولوا أن تقوموا برسم الشكل. ممتاز يا صف ثالث. الآن ستقوم السلحفاة بتطبيق اللبنات الموالية: رايت 90، فورورد 100. إذا الاستدارة إلى اليمين 90 درجة والتحرك إلى الأمام 100 خطوة. حاولوا أن تقوموا برسم الشكل الموالي. ممتاز يا صف ثالث. الآن اللبنة الموالية رايت 90، فورورد 100، إذا ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليمين 90 درجة والتحرك إلى الأمام 100 خطوة. ما هو الشكل المتحصل عليه؟ ممتاز يا صف ثالث. الآن ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليسار لأن لدينا اللبنة left 90، forward 100،
إذن الاستدارة إلى اليسار 90 درجة، والتحرك إلى الأمام 100 خطوة. قوموا برسم الشكل يا صف ثالث. ممتاز، بارك الله فيكم. اللبنات الأخيرة هي left 90، forward 100. إذا ستقوم السلحفاة بالاستدارة إلى اليسار 90 درجة والتحرك إلى الأمام 100 خطوة. قوموا برسم الشكل. ممتاز يا صف ثالث، بارك الله فيكم. لقد تحصلنا على رقم 2. هيا بنا أعزائي الطلاب لنقوم الآن بحل التدريب 4 صفحة 55. اكتب المقاطع البرمجية اللازمة لرسم الأرقام الآتية وفق القياسات المحددة في الصورة أدنى. علينا أن نتفق على اختصارات لكتابة المقاطع البرمجية، يمكننا اعتماد هذا: FD 100، Forward 100، أو نرسم سهماً إلى الأمام 100، BK 100، Back 100، أو يمكننا رسم سهم إلى الخلف 100، RT 90، Right 90، أو يمكننا أن نرسم سهماً يستدير إلى اليمين 90، LT 90، Left 90. يمكننا أيضاً أن نعتمد اختصار صورة سهم إلى اليسار 90. سنعتبر هذه النقطة هي نقطة انطلاق السلحفاة. إذن أولاً على السلحفاة أن تستدير إلى اليمين، ثم تتحرك إلى الأمام 100. الآن ستستدير السلحفاة إلى اليسار، ثم تتحرك 100 إلى الأمام. في هذه النقطة ستستدير السلحفاة إلى اليسار، ثم تتحرك 100 إلى الأمام. الآن يجب على السلحفاة أن تتحرك إلى الخلف 100، ثم تستدير إلى اليمين. تتحرك السلحفاة إلى الأمام 100، ثم تستدير إلى اليسار، وأخيراً تتحرك السلحفاة إلى الأمام 100. هذا المقطع البرمجي الذي يمكننا من كتابة رقم 3. لا تنسى عزيزي الطالب أن تقوم بتطبيق المقطع البرمجي على برنامج تيرتل آرت ومشاركته مع أصدقائك ومعلمتك من خلال منصة التعلم تيمز. ماذا تعلمنا في درس اليوم؟ تحريك السلحفاة إلى الأمام أو إلى الخلف، تحريك السلحفاة إلى اليمين أو إلى اليسار. إلى اللقاء أعزائي الطلاب في درس جديد من مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. إلى اللقاء.